كما كتشوفوا معنا حاليا كنتواجدوا في سوقين زكر، غادي نكتشفوا لكم اثمنه ديال الحواله. اللهم بارك. شحال اسيدي الثمن ديال هادو؟ شحال الثمن اسيدي؟ الثمن ديال 66. هادو 66000. تبارك الله، كما كتشوفوا الحواله ب 66000. تبارك الله. هذا ما شاء الله كتشوفوا. وهذا شحال دايرين اسيدي؟ هذا 85. اذا تبارك الله 85 اثمنه رائعه. هذا سوقين زكان، سوق الاغنام. اذا فيه الاغنام، فيه الحواله. شحال دايرين هادو؟ 34000. هذا النعشه ياك؟ النعشه خروفه. خروفه 34000. اللهم بارك. ها هي 34000 خروفه ب 34. اذا الثمن مناسب. ايوا انتم كتشوفوا الاغنام، الكبش، الحولي، كل حاجه بثمنها. حاليا كنتوجدوا في انسكان. اذا اش غادي نقول لكم؟ الثمن وصل الحولي حاجه مليحه، وصل 5000 درهم. كاين الحولي ب 5000 درهم، 95، 84، 86. اذا اثمنه طالعه. 2024 انا رايي 2024 اغلى غلا ديال بصح. وهادي باقي مازال ما وصل العيد، اما ربما وصل العيد، ربما بقات لي اسبوع تشوفوا اثمنه طالعه. انتوما كتشوفوا الحولي، اللهم بارك. شحال داير هذا؟ 86. 86 هذا حولي ب 86. 86 86000. اللهم بارك. الكرنور، عفوا الكرون ديالو، شوفوه السردي تبارك الله. 86 اذا اغلى حولي تبارك الله. وهاد هادو شحال دايرينهم؟ 40000 بجوج، 20000 كيما قلنا. راه ممكن تاخذ المعزي ب 20000 الوحده وانت معيد. غادي يقولوا لها الناس تيكروت معزه بالامازيغي. هاد الحولي راه الغلمي راه طالع، حيت الناس كتعتمد على الغلمي. كما كتشوفوا تبارك الله النعمه ديال سيدي ربي. الحواله اثمنه خياليه. حاليا كتوجدوا في نسكان. اذا واش الناس كتشري؟ معلوم كتشري، كاين اللي كيشري، كاين اللي كيجي غير يسول. الرزاق هو الله، هادشي اللي كاين. اذا بالنسبه بعد الكسابه هنا باين فيهم القلق. ها هي مقلق، باغيين يبيعوا بواحد الثمن والناس ما غاديش يحطوا لهم هذاك الثمن. 84 95 في الحولي صعب جدا. ياخذ شخص الحولي ب 95. الله يحفظك اخويا. شحال دايرين هادو؟ 86. 86 اذا كما قلت لكم ها مولاهم كيقول 86. هادو هما الحواله السردي. حاجه مليحه. تبارك الله، شي حاجه واعره. سنين الحليب. اي هي هي سنين الحليب السردي. دابا هادو من اكادير ولا جبتيهم؟ المختار. الاربعه سيدي المختار. الشيشاوه. هادو من الشيشاوه. 86. إذا أنا رأيي ثمن مناسب 86. إلا سمعتي 86 ولا 95 راه ديتي حاجة مليحة. فيهم الشحمة ياك؟ قلب قلب الشحمة. تبارك الله تبارك الله، حاجة مليحة. إذا كما كتشوفوا بعض الناس كيجيو يصوموا ولكن الشراء باقي ما كاينش. الناس مكرهون. سبحان الله. دا
لان الى شفنا سوق 2023 كان نقص كان بحال هادو 66 دابا الغلا تبارك الله. اذا السوق اللي نسكر هو هذا هو باقي مستمرين في الجوله ديالنا ديال الحواله اللهم بارك حواله فين سكر خير موجود تبارك الله. هانتوما 66000 كما سمعتو ملي كتكتشف الصفات ديالو الوجه ديالو اذا الوجه ديالو الصفات ديالو كيبين بانه حولي واعر. اما بالنسبه للثمن كذلك الثمن دائما اذا شفتي الثمن مرتفع بانه ورا الحولي زوين حاجه مليحه باش نكونوا واقعيين حاجه مليحه دائما تساوي الثمن. تبارك الله موجود بخير إذن الثمن كتلقى حاجة مليحة 86-85 هذا هو الثمن مناسب ديال الحوالة في إنسكان. الناس ديال إنسكان السبب ديال إنسكان الفلاحين ديال إنسكان ديال واحد الثمن مناسب. إذن قال حولي طوب كتلقى بهذاك الثمن كما كان حولي طوب 86-85 معلوم كاين الغلا ضروري حتى هما يستافدوا ضروري يستافدوا هما ما يحولوش حتى هما راه هادي فرصتهم غير باش لا يقول لك شي واحد لا راه كاينه البيمه في الطرب تبارك الله واش هاد العام ما غاديش نلقاو الحولي ديال 40 ما كاينش ياك ديال 40 ما كاينش ما يكونش لا دابا بغيت غير نعرف هكا دابا واش هاد الثمن غادي يرتفع ملي قريب العيد دابا باقي ما وصل العيد غالي خلي لو وصل العيد تمام السوق اللي كيحكم السوق هو اللي كيحكم دابا شكون كيحكم في السوق الناس الناس حنا مع السوق طالع الناس كيشريو اييه كيشوفو الناس طالع اذا شاف الله كانت القضيه عيانه كتلاحو الثمن تماما لا لا ما معليش لا دابا نصورو فهمتيني كنلقاو المشاكل فهمتيني المشاكل دابا يقدر كاع هو يوافق راه هو من العائله ديالو هو من باب سوم اللهم حنا بغينا نصور غير الحواله فهمتيني نصورو ونلقاو مع شي مشكل داكشي اللي كان انا ولات القضيه مزير على هادشي ديال التصوير بدون الادب صعيبه بدون الادب صعب جدا اللهم تصور الحولي عادي ما درتي لي والو كيتسمى غير الحولي المهم هادشي اللي كاين اخوتي في هذا الفيديو نتمنى الاعجاب ديالكم الاشتراك في القناه تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. إنسكان المغرب.